السلام عليكم. سامسونج جالاكسي A26 يظهر بمعالج أسرع وتصميم أكثر حداثة بنقلة نوعية في الهواتف المتوسطة. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو. أتمنى منكم دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. تم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال أيام القليلة الماضية حول هواتف سامسونج القادمة ضمن الفئة المتوسطة. بالأمس فقط تم تسريب التصميم المحتمل لهاتف سامسونج جالاكسي A36، أما الآن فقد ظهر سامسونج جالاكسي A26 للمرة الأولى كاشفا عن معالجه وبعض التفاصيل الأخرى. مواصفات سامسونج جالاكسي A26 تظهر قبل الإطلاق الرسمي. ظهر هاتف ذكي غير معلن عنه من سامسونج برقم الطراز SMA26-6B على منصة اختبار الأداء جيك بنش بالاعتماد على نظام الترقيم لدى سامسونج. من المتوقع إطلاق الهاتف تحت اسم سامسونج جالاكسي A26، وسيدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والهاتف القادم يبدو أنه يعمل بنظام الأندرويد 15، من المحتمل أن يكون مع الوان يو آي 7.1. يستخدم سامسونج جالاكسي A26 معالجا يحمل الاسم الرمزي S5E8825، والذي يرتبط بشريحة الاكسينوس 1280. ومن خلال التحقق من البيانات في الجيك بنش تبين أن المعالج يعمل بسرعات أعلى من المعتاد. كما يحتوي الهاتف على معالج رسومي مالجي 68 من ARM. وأظهرت القائمة أيضا أن سامسونج جالاكسي A26 مزود بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجا بايت. شريحة الاكسينوس 1280 تحتوي على نواتين كورتكس A78 بتردد 2.4 جيجاهرتز و 6 نوى كورتكس A55 بتردد 2 جيجاهرتز. ومع ذلك هذه المرة تم رفع تردد نوى الأداء إلى 2.6 جيجاهرتز، مما يشير إلى احتمال أن سامسونج قامت بتسريعة الشريحة أو استخدمت عملية تصنيع أفضل لتحقيق سرعات أعلى دون زيادة في الحرارة. ماذا نتوقع من سامسونج جالاكسي A26؟ لا تتوفر حاليا تفاصيل كثيرة عن الهاتف، لكن من المحتمل أن تستخدم سامسونج شاشة الانفينيتي او في الجالاكسي A26 مثل جالاكسي A36، وإذا صح ذلك سيبدو الهاتف أكثر حداثة مقارنة بهاتف الجالاكسي A25 الذي يحتوي على نتوء على شكل حرف U للكاميرا الأمامية. وبما أن الجالاكسي A25 يأتي بالفعل مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، فقد لا نشهد تحسينات كبيرة في الكاميرات مع الجالاكسي A26. كذلك يحتوي الجالاكسي A25 على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وشحن سريع بقوة 25 واط، لذلك من الممكن أن يحتفظ الجالاكسي A26 بنفس المواصفات. من المتوقع أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 فور خروجه من الصندوق، وأيضا ربما مع الوان يو آي 7 أو الوان يو آي 7.1، وأن يحصل على 6 تحديثات رئيسية لنظام التشغيل حتى أندرويد 21. برأيكم ما هي أهم ميزة يجب أن يأتي بها سامسونج جالاكسي A26؟ هل سوف تقوم بشراء الـ A25 أم تنتظر الجالاكسي الـ A26 بمعالج أسرع وبشكل مثير ورائع؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.